خلص الصيف وبدأ الشتاء غالبا، فهو الوقت المناسب انه نحن نبدأ التقشير بكل انواعه. فاليوم راح نتكلم عن تقشير الجسم، وهو مختلف تماما عن تقشير الوجه باختلاف الحالات وباختلاف الانواع وباختلاف التراكيز. الاماكن اللي بتتعرض للتصبغات اكثر شيء الركب والاكواع، لانها بتتعرض لاحتكاك، اوكي، الايدين ومفارق الايدين، لانها دائما اغلب الوقت كمان بتكون معرضه للشمس. في مناطق تانية بتكون طوال السنه لونها اغمق من باقي الجسم، مثل الاندر ارم او منطقه الابطين والمناطق الحساسه. من اهم الاشياء اللي احنا مفترض نتابعها او نحرص عليها اختيار المركب الصح، لانه نحن مختلفين واجسامنا مختلفة وردات الفعل ايضا مختلفة، فلازم السلامة اولا في اختيار التقشير الكيميائي للجسم. عدد الجلسات بيختلف من بشرة لاخرى، يعني في على حسب نوع البشرة، اذا كان سكن تايب 4 5 او كانت 3 بيختلف فيها العدد الجلسات اللي نحن بنوصي فيها. بعيد وباكد انه العناية والاهتمام بالتقشير اهم من التقشير نفسه، ولازم نكون نحن كعيادة على دراية بالاشياء اللي بتعمليها خارج العيادة، إذا كانت حمام مغربي، إذا كانت واكسينج، إذا حتى كانت ليزر سيشن لإزالة الشعر، لازم نكون عارفين عشان نوقت الوقت المناسب لعمل هذه الجلسات بعيدا عن التقشير.